إذن تدخل تونس مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا لاستفتاء يوم غد 25 يوليو على مسودة الدستور الجديد للبلاد الذي اقترحته مؤسسة رئاسة، والذي يلقى معارضة شديدة من قوى سياسية وحزبية عديدة. ويستعد الناخبون للتوجه لمراكز الاقتراع يوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء وسط تحذير من الهيئة المستقلة للانتخابات بفرض عقوبات على أي جهة تخرق حالة الصمت الانتخابي. فكيف يبدو الآن المشهد التونسي قبل ساعات من موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وماذا بيد كل طرف من أوراق لتحقيق أهدافه؟ لا دعاية سياسية ولا مهرجانات انتخابية في يوم الصمت الانتخابي في تونس، وحده الجدل والنقاش بين الناس في الشوارع والمقاهي والساحات العامة حول الاستفتاء على مشروع الدستور استأثر بالمشهد. هو استفتاء، فما اللي معه وفما اللي ضد، باش نشوف ونقاوم وباش يقيموا الشعب التونسي ايش يحب. احنا شنو نحبوا توا؟ نحبوا استقرار بلادنا، نحبوا نهضه لوليداتنا. لازم الناس تمشي وكل حد وقناعاته، ينجم يصوت بنعم او بلا، فهمتني، حسب ما يمليه عليه الضمير ومصلحه البلاد. قبيل انطلاق الاستفتاء في الداخل، شرعت هيئة الانتخابات في وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الخاصة بمراكز الاقتراع والفرز، ودعت الناخبين إلى التثبت المسبق في المراكز التي سيصوتون فيها، متواعدة بفرض عقوبات على كل من يخرق أحكام الصمت الانتخابي. حاولوا بصدق أن نعملوا انتخابات أو استفتاء في المستوى يعبر فيه الشعب التونسي، ندعوه للمشاركة، لأن دورنا هو التشجيع على المشاركة مش الدعوة للتصويت بنعم أو لا. أنا نتصور اللي هذه تجربة جيدة واستعداد، معناها تمكننا من الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة اللي بتكون أصعب مراحل من استفتاء، اللي هو في الأخر بكل بسيط من ناحية العملياتية واللوجستية. أما المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة الانتخابات فقد نبهت إلى وجود تجاوزات في الحملات الدعائية للاستفتاء تواصلت حتى بعد انطلاق الصمت الانتخابي. اعتبرنا أنه ليزي ما كانتش صارمة في اتخاذ إجراءات فعلية وصريحة واضحة ضدك المعلقات الإشهارية الكبيرة اللي قعدت في عدة طرقات، معناتها في العاصمة وحتى في مركز تجاري في سوسة، ثم حتى بلديات التوى معلقة دي بوندرول على واجهتها ومعلقة بلايك معناتها للدعوة للتصويت. حوالي 4500 مركز اقتراع تفتح أبوابها أمام التونسيين ليحسموا مستقبل دستور جديد مثير للجدل، في الوقت الذي يتواصل فيه تصويت التونسيين المقيمين خارج البلاد في نحو 300 مركز اقتراع موزعة على بلدان عدة. تحبس تونس أنفاسها خلال ساعات الصمت الانتخابي استعدادا للاستفتاء 25 يوليو، استفتاء يقول عنه المراقبون إنه وبصرف النظر عن نتائجه سوف يمثل منعرجا من أهم المنعرجات السياسية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة. توفيق عايش، الحرة، تونس. وقد سبقت عملية الاستفتاء المنوي إجراؤها غدا مراحل عدة قام بها الرئيس قيس سعيد قبل تقديم مسودة الدستور على التونسيين. ومن الإجراءات التي اتخذها سعيد هي حل البرلمان وهيئات قضائية، إضافة إلى إقالة عدد من المسؤولين اتهمهم إما بالفساد والعمل لخدمة مصالح حركة النهضة وفق تعبيره. خطوات كثيرة مهدت وسبقت دعوة التونسيين للاستفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد. فبعد أكثر من سنة من الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد مستندا على المادة 80 من دستور سنة 2014، والتي جمد على إثرها البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وأقال رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم عين نجلاء بودن كأول رئيسة في منصب رئيس الحكومة في تاريخ تونس، وذلك دون السعي للحصول على موافقة البرلمان بموجب الدستور. وبعد ذلك أقدم سعيد على حل البرلمان ورفع الحصانة نهائيا عن نوابه، كما قام بإيقاف صرف رواتبهم في خطوة وصفها العديد من الخبراء بأنها لا ترتكز على أي أساس قانوني، لتنطلق منذ ذلك الحين حملات اعتقالات قضت بها المحكمة العسكرية بسجن العديد من النواب بتهم مختلفة. كما قام سعيد بعد أشهر قليلة من بدء تحركاته بإصدار سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014، ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم،
وهي خطوة قال إنها دستورية لكن عارضها فقهاء القانون. واستعدادا لوضع ملامح الدستور الجديد، أجرى سعيد استبيانا افتراضيا متعدد الاختيارات كنوع من المشاورة حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة، ليتم فيما بعد تشكيل لجنة من أساتذة للقانون الدستوري لإعادة كتابة الدستور استنادا على نتائج الاستبيان. وقد تم نشر مسودة هذا الدستور قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء، الأمر الذي لم يعطي التونسيين وقتا كافيا لاستيعاب التعديلات المقترحة، والتي يقول أنصار سعيد إنها ستخرج البلاد من أزمتها السياسية التي شلت الدولة. ومن بين القرارات الأخرى المثيرة للجدل التي اتخذها سعيد قبل الاستفتاء، حل المجلس الأعلى للقضاء وعزله العشرات من القضاة الذين اتهمهم بالفساد واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى استبدال أعضاء هيئة الانتخابات وإقالة العديد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين بمزاعم ارتباطهم بحركة النهضة. ومع تصاعد السجال بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، يبقى الهاجس الأكبر الذي يؤرق سكان المناطق الريفية في محافظة صفاقس هو توفير مستلزمات العيش الضرورية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد. ويأمل ناشطون في قرى صفاقس في تغيير جذري خلال الفترة المقبلة يكرس حضور مؤسسات الدولة في المناطق النائية، كما أنه يعزز الاستجابة لمطالب اقتصادية لهؤلاء السكان. بعيدا عن جدل الاستفتاء، يؤرق هاجس توفير مستلزمات العيش حياة السكان هنا في منطقة ودران في ريف محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس. يبحثون هنا عن الماء الصالح للشرب، ويطالبون السلطات بتوفير المرافق الأساسية في المناطق الريفية. نحن نقص من الماء ياسر، وشبابنا ضايع ماهوش لاقي لا خدم لا شيء، الطرقات أرمل الكهرباء، والله الوضع نحملنا المسؤولية هذايا لعدة أطراف في الماضي، وإن شاء الله في المستقبل بعد 25 تتحسن الوضعية وتولي أمورنا متحسنة، ونطالب من بعد 25 أن يوقفونا وقفة ويراعونا. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، يأمل ناشطون في قرى صفاقس في تغيير جذري يكرس حضور مؤسسات الدولة في المناطق النائية، ويعزز الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان. الوضع مش مستقر، والصراع السياسي هو اللي تغيى على المشهد، وغيب ما هو اقتصادي وغيب ما هو اجتماعي وغيب ما هو تنموي. نأمل أنه في الوضع الجديد ما بعد 25 جويلة نأمل أن الوضع يستقر وتتغير الأوضاع نحو الأفضل، وتكون مثلا الاهتمام ينصب على التنمية في الجهات. استفتاء على دستور جديد للبلاد، وإن تباينت بشأنه المواقف السياسية والشعبية، إلا أن تطلعات غالبية السكان هنا مرهونة بمدى قدرة السلطات الحالية على إنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف عيشهم. عيش المواطن قبل كل شيء، عيش مليون ومليون ونص ما يعيش يعيشك في البلدية، وكل شيء فوا دو فوا تروا وليت الى متاش، معناها نحرقوا من البلاد نخرجوا شنو نعملوا؟ هذا صوت شباب، راهو شباب، انت كي تلقى شباب يبيع كهرباء باش مليون يحرقوا مرته وصغار، وراه هذه تونس هذه حقيقه. راهي عيش غلات اخويا، الدنيا شعلت ويزم ينقصوا الدنيا، خلي الشعب ياكل، خلي المواطن ياكل، شنو تدخل الحاروت تحب لك 100,000؟ يزم ينقصوا على الدنيا، ينقصوا المواطن خلي يعيش. وبين دعم مشروع الدستور الجديد ومعارضته يستمر الجدل في البلاد، وتتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الاستفتاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية. تطلعات شعبية في تغيير ينعش المناطق النائية في البلاد ويحقق التنمية فيها، واقع يبقى تحسينه مرهونا وفق ناشطين بالخروج من الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه. جلال موانع، الحرة، محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس. ولمناقشة ملف التصويت على مسودة الدستور الجديد ينضم إلينا من تونس الأستاذ سامي الخضراوي، عضو الحملة التفسيرية لمشروع الرئيس قيس سعيد. أستاذ سامي، كيف هو الوضع اليوم بعد دخول تونس في مرحلة الصمت الانتخابي؟
الحمد لله الشعب التونسي قاعد يعيش في حالة وعي، وعي سياسي، هذا لمسناه في الميدان. وانا كما تعلمون انا رجل ميدان، مانيش تابع حتى حزب، مانيش تابع حتى جمعية. الشعب معناها متعطش للإقبال غدا على صناديق الاقتراع، هذا كما قلت لك لمسناه ميدانيا. ما فما انا كي نسمع مواطن تونسي يقول لي نعم والف نعم، اش معناتها؟ معناها هذه اول مره تصير في تاريخ تونس اللي المواطن التونسي معناها يستنى فالمناسبه هذه التاريخيه اللي ما صارتش في التاريخ التونسي، تاريخ السياسي التونسي. هذا اول مره تصير كما قلت لكم في تاريخ تونس. واجواء المواطن التونسي فرح على الاخر ويستنى بدقيقه والدرج في اليوم الغد. وانتم تشوفوا غدوه ان شاء الله، تشوفوا بالضبط الاقبال وتشوفوا بالضبط النتيجه. حاجه اخرى باش نقولها لكم، اللي المال السياسي اول مره ما يظهرش في خاصه لدى مؤيدي الرئيس قيس سعيد، مؤيدي المشروع الرئيس قيس سعيد، المال السياسي ما ظهرش جمله. وممكن اول مره تصير في تاريخ تونس هذا، كيف ما فماش تجاوز. استاذ سامي، ولكن كيف ممكن الانتخابات الفارطه او ما قبل حتى استاذ سامي عفوا، كيف ممكن يعني ان تشرح لنا للمال السياسي ان يظهر خلال عمليه استفتاء طالما ليس هناك من مرشحين سيصرفون الاموال السياسيه؟ هو انا اتساءل اين هم جماعه حمله لا؟ ما هو اذا كان تلقى حمله نعم مش تلقى حمله لا. اذا كان هم عندهم ثقه في رواحهم وينهم؟ مش ما ظهروش، احنا ما لناهمش في الميادين. وانتم وهما يدعيوا اللي المرفق العام اللي هي التلفزه الوطنيه حكر على جماعه نعم فقط، وهذا غلط. وظهروا فما جماعه، ظهروا من جماعه لا، لكن هما اصلا رافضين الرئيس قيس سعيد. معناها اي حاجه تخرج على الرئيس قيس سعيد سواء استشاره او 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 اي قرارات، هما رافضين اصل وجود قيس سعيد. ماهمش معناها حكايه الاستفتاء وحكايه الاستشاره وحكايه الانتخابات اللي تعنيهم. معناها هما كان جاوا بالحق عندهم ثقه في انفسهم، راهم هبطوا للتيران وهبطوا للميدان وراهم على الاقل فهم يقول لا وراهم روحهم. هما يعرفوا روحهم وزنهم ضعيف على الاخر لدى الشعب التونسي. نعم، لنشرك معنا في هذا النقاش لو سمحت الأستاذ زهير إسماعيل، الناشط السياسي والعضو في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب. أستاذ زهير، استمعنا إلى الأستاذ سامي يقول بأن هذا الاستفتاء سيكون مناسبة تاريخية، كما أنه وصف أجواء من الفرح. يعني حضرتك كيف تصف اليوم المشهد في تونس بعد دخول الصمت، مرحلة الصمت الانتخابي؟ شكرا، مساء الخير. طبعا هو يوم عادي في ظل الانقلاب الذي كان في 2021 و25 جويلية. وقع نحن نعيش اجواء سرياليه، لان لو سالت احدا من النخبه السياسيه او حتى من عامه الناس يعني هل سيعيش مثل هذه الاجواء، فانه يقول لك هذا حتى في الحلم لا يمكن ان يقع. لان يعني انا اذا اردت ان يعني تعرف موقفي، فالواقع موقفي هو من حيث يعني الجانب المبدئي، انا لا يعنيني هذا الاستفتاء المهزله وهذه الخرقه المسمات دستور وقد كتبها يعني شخص بمفرده، حتى الهيئه التي كلفها بان تكتب وتخط الدستور يعني تركها جانبا ووضع دستوره ونشره في الرائد الرسمي. فالموقف هو من يعني اذا رفض الاصل وهو الانقلاب والاستفتاء فرعا عنه، فلا بد ان نرفض مساله التصويت بنعم او لا، هو لا معنى له. ولكن انا اريد ان اشير الى امر اخر مهم، هو ان الاستفتاء مؤشر على اننا انتقلنا من انقلاب يبحث عن شرعيه، طبعا هو ليس له لا شرعيه ولا تاريخ سياسي ولا حتى الجانب الاخلاقي، لان الذي اقسم باغلظ الايمان على القران امام الشعب وامام العالم بان يحترم دستور الثوره يعني يمزقه ويعوله بخرقه اخرى كتبها بنفسه، هذا يعني في النهايه ليس له اي مشروعيه لا اخلاقيه ولا سياسيه ولا تاريخيه ايضا. فالامر اذا ما قلت يتعلق باننا نخرج من انقلاب يبحث عن شرعيه
الانقلاب، وهو في تقديري المنقلب ليس إلا واجهة سياسية، وأقول هذا على مسؤوليتي. واجهة سياسية لماذا أستاذ زهير؟ واجهة سياسية نعم. لماذا؟ واجهة سياسية لنظام 7 نوفمبر، نحن أمام 7 نوفمبر أخرى، يعني أمام عودة القديم. ولكن أن تلاحظ من شارك في كتابة الدستور ومن شارك في الحوار. عفوا أستاذ زهير، عودة القديم، من هو القديم؟ يعني كما يبدو بأن الرئيس قيس سعيد هو يحارب القديم ويحارب بعض الجماعات التي هي متورطة بالفساد السياسي. لا، هو لم يحارب أحد، هو لم يمس أي فاسد، هو يحاول أن يضرب شروط الديمقراطية، لا يتوجه إلا إلى القوى التي تدافع عن الديمقراطية، مع أن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن أخطاء كانت تحت سقف الديمقراطية، ولكن لا تبرر بهدم الأساس الذي قامت عليه هذه الديمقراطية. لنسمع ما هو رد الأستاذ سامي. يعني أستاذ سامي، هل فعلا ما يحصل اليوم كما يقول الأستاذ زهير بأن هذا نوع من شرعنة لواجهة ما يحصل في السابق لهذا الانقلاب كما وصفه، وبأن الرئيس قيس سعيد لم يمس بأي فاسد، هل هذا صحيح أو ما هو تعليقك على هذا التصريح؟ الرئيس قيس سعيد أستاذ قانون دستوري، وهو أستاذ قانون دستوري أي يحترم القانون ويحترم الحريات، وهو عنده مقولة مشهورة، هو على ضيفك، ردا على ضيفك اللي يقول معناها اللي هو وعنده وجهة نوفمبرية. أي وجهة نوفمبرية؟ هما طلع توا قاعدين يلوجوا له في أي أسباب، في أي تعلات، كما قال حمل أمامي، قال أنا عمري كامل الناضل وما شديتش الحكم، يجي هذا ما عندوش حتى جرام نضال، معناها النضال ولا معناها ولا الحكم ولا بالنضال ومش بإرادة الشعب، معناها أنت على خاطرك عندك 20 سنة تناضل وكذا، يزمك معناها آلين، يزمك تشد الحكم، وقاعدين يفضحوا في رواحهم هما راهم. فعين الرئيس قيس سعيد صحيح ما عندوش تاريخ سياسي، لكن أحبه الشعب. واللي يقول لك هو قبل خدم النظام المفمبري، انا نذكره بسيده الغنوشي كيفاش كي قال بن علي من الفوق وربي من الفوق وبن علي من اللوطه، معناها اسمع، هو تاريخ كان حابب نجبد التاريخ النوفمبري، اي واحد باش نلقاه عنده عليه على الاقل شبهات نوفمبريه، لا ترتقي الى الشبهات النوفمبريه اللي عند الرئيس قيس سعيد. خاطر الرئيس قيس سعيد وتعرفوا انتم في مرحله الاستبداد في عهد بن علي كانت تقبل كلها تحت الضغوطات، هما استغلوا كل فتره اللي قالوا فيها الرئيس قيس سعيد كتب معناها ساهم في مع الرئيس بن علي في مع شنو فيش في الدستور ولا فيش، فهمني، شدوها هذيك قالوا على اساس هو نوفمبري وكذا وكذا. انا اتحداكم ان كان هو دخل في لجنه التنسيق او دخل في شعبه او كذا، هذه كلها خزعبلات وكلها اكاذيب على الرئيس قيس سعيد، وحتى الواحد نتاعهم التعليات نتاعهم واهيه على الاخر، ما عطاونيش حاجه، يقول اعطيني واجهه مثلا اللي هو مثلا الرئيس فما دوله اجنبيه قاعده تدعم فيه، او رجل او مال فاسد يدعم فيه، او رجل اعمال يدعم فيه، او حزب سياسي ده. هذه هي واجهات تحكي عليها. مش تقول لي كي سالوا قالوا شنو هي الواجهه السياسيه، قالوا على خاطر عنده خاطر هو نوفمبري. هذه كلها راهو الشعب فايق بها، ونحن نشهد وعيا سياسيا قويا حتى من انطلاقا من هذه النقطة التي تتحدث عنها سياسيا ومنحبوش يلعبوا أستاذ سامي. يعني انطلاقا من هذه النقطة التي تحدثت عنها، هذا الوعي السياسي عند التونسيين اليوم، أريد أن أطرح سؤال على الأستاذ زهير. اليوم ما هو الخطأ طالما هناك تونسيين مع أو تونسيين ضد؟ يعني لماذا الاعتبار بأن هذا التصويت على مسودة دستور أمر انقلابي؟ لماذا لا نترك الشارع التونسي هو يعطي كلمة الفصل بهذا الموضوع إذا كان يوافق أو لا يوافق؟ لماذا الاعتراض على التصويت؟ يعني هو ليس هناك من فرض على هذا الدستور الجديد، هي مسودة وهناك تصويت، لماذا الاعتراض عليه؟ نعم، هي المسألة في غاية البساطة. يعني أولا أنت تعلم أن قيس سعيد هدم كل المؤسسات، قيس سعيد نصب نفسه سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وكذلك رقابية، ثم أضاف السلطة، صار سلطة تأسيسية بلا مرجعية، هذا أولا. ثانيا المشكل ليس في وجود دستور، المشكل هو آخر، المشكل في الطبقة السياسية
ولكن أن نعالج الطبقة السياسية لا نهدم مؤسسات الدولة كلها. الجانب الآخر هو يعني حينما ألغى المجلس على القضاء ونصب قضاة يتبعونه، الجانب الآخر هو الهيئة المستقلة للانتخابات. كانت هذه الهيئة مستقلة فعلا ومنتخبة من قبل مجلس النواب الممثل للكتل البرلمانية الممثلة طبعا لإرادة الشعب. في الندوة الصحفية يوم أمس، وهذا من المؤسف، لم يحضر أحد بندوة الهيئة المستقلة، في حين كانت ندوة الهيئة المستقلة في كل السنوات الفارطة في العشرية الفارطة ليس حدثا تونسيا وليس حدثا عربيا ولكنه عالمي. نعم، شكرا لكل من الأستاذ زهير إسماعيل والأستاذ سامي الخضراوي على هذه المقابلة والنقاش.